اولا تنهني رجاء بني ملال على هذا الانتصار المهم اللي ربما غادي ندوزو به ان شاء الله القسم الممتاز. ومن هذا بهذه المناسبه تنشكر السيد والي جهه بني ملال على الدعم ديالو الحقيقي، وكذلك السيد رئيس المجلس البلدي السيد احمد شاده، وكذلك اعضاء المكتب السي بدره السي قصر عبد الرحيم السي حاج قنتيتي وجميع المكتب ديال بلديه بني ملال. وتنشكروا الاطار الوطني السي مراد فلاح على الجهد اللي ديالو الصبر ديالو اللي كان ملي جا لبني ملال هو صابر حتى ربما غادي يحقق الصعود ان شاء الله للقسم الوطني الاول.